يكون المسلم زاهدا في هذه الحياة؟ هل هو في المظهر أو في المخبر، في الملابس مثلا، في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب، أم كيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الزهد في الدنيا هو ترك الحرام وترك ما لا يحتاج إليه الإنسان، هذا هو الزهد في الدنيا، أن يشتغل بما لا حاجة له إليه أو يتناول شيئا مما حرمه الله عليه. أما أنه يأخذ مما أحل الله ما يحتاج إليه وما يستعين به على أمور دينه ودنياه، فهذا لا يتنافى مع الزهد، بل هذا مأمور به، أنها لا تتم مصالح العبد ولا يستطيع أن يقوم بعبادة ربه إلا بأن يستعين بما أباح الله تعالى له. فليس الزهد ترك ما أحل الله عز وجل، وإنما الزهد في الحرام، والزهد أيضا الاشتغال بفضول الأموال التي تشتغل له عن طاعة الله وهو ليس بحاجة إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.